في نظرية طلعها إدوارد بونو اسمها قبعات التفكير الست أو Six Hot Thinking. هذه النظرية طلعها بونو عشان تساعدنا على اتخاذ القرار الصحيح في الوقت الصحيح. الحين بتكلم لكم عن كل قبعة وشنو ترمز. بونو يقول قبل لا تتخذ أي قرار مهم لازم تفكر في ست يعني جوانب في هذا القرار ومثلهم بالقبعة. بداية تحط على رأسك القبعة البيضة واللي هي تمثل التفكير اللي يشمل البحث عن جميع المعلومات اللي متعلقة في هذا القرار. بعدين تحط على رأسك القبعة الحمراء واللي هي ترمز إلى المشاعر والعواطف اللي ممكن يعني تمر فيها أنت أو الناس اللي حولك في هذا الموضوع. وبعدها تحط على رأسك القبعة السوداء وتشوف شنو السلبيات اللي راح تترتب لو اتخذت هذا القرار وشنو السلبيات اللي راح تترتب لو ما اتخذت هذا القرار. بعدين تحط القبعة الصفراء وتشوف شنو الإيجابيات اللي يعني ممكن تحصلها إذا اتخذت القرار أو ما اتخذت القرار، مثلا تشتري سيارة الفلانية شنو الإيجابيات فيها. وبعدين تحط القبعة الخضراء وتشوف شنو البدائل اللي ممكن تسويها بدال هذا الشيء، يعني بدال تشتري السيارة الفلانية شنو البدائل اللي ممكن تحصلها وشنو السيارة. وأخير شيء تحط القبعة الزرقاء واللي هي ترمز إلى السماء وتشوف شنو الأشياء الإضافية اللي ممكن تحصل عليها إذا شريت هذه السيارة وتبدي تتخيل وتفكر أكثر. بعد ما تكون انت حطيت القبعات هذه كلها على راسك وبدلتها راح تتضح لك الصورة بشكل كامل ويسهل عليك اتخاذ القرار.